بدأت المسيرة التي تزوج اليوم بإكمال مستشفى الحدباء لأمراض الدم وزرع نخاع العظم 81 سرير لعلاج كافة أمراض الدم الوراثية والسرطانية ولكافة الأعمار مع 10 غرف زرع خاصة بزرع نخاع العظم. الدولة الكبيرة التي تعرفه اللجنة القضائية المشرفة على المشروع، الجهة التجارية اللي برعت منها دائرة الصحة من الطباء الاختصاصيين بتشكيل دائرة لتحديد كافة القوائم الخاصة بالأجهزة الطبية اللي كانت المحظة الرئيسية في إنجاز هذا المشروع. الحمد لله بفضل الله شفيت من مرضي، وأتمنى لهذه المستشفى أن تكون سبباً لمشافاة كل مريض. حقيقة نحن اليوم في مستشفى الحدباء التخصصي لأمراض الدم وزراعة نخاع العظم. اليوم هو المؤتمر العلمي الأول لهذا التخصص الدقيق. الفرحة كبيرة أنه أصبح الحلم حقيقة. إن شاء الله الفريق الإيطالي متواجد في هذه المستشفى التخصصي على مدى 18 أشهر القادمة، وسيتم قريبا زراعة أول حالة لنخاع العظم في الموصل. فرحة كبيرة لمرضى الثلاسيميا، وأيضا هذا المستشفى لا تعالج فقط مرضى الثلاسيميا وزراعة نخاع العظم، وإنما تعالج أيضا كل حالات أمراض الدم المتنوعة ومنها اللوكيميا. بصراحة هذا النتاج نتاج جهود حثيثة وكبيرة، وأمام وقفت أمامها تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية. بصراحة كان متواصل معي دكتور ثار ودكتور ميديان على مدى السنوات السابقة. كثير من الأطراف أرادت لهذا المشروع أن لا يكتمل. اليوم هناك بعض الأمور يجب أن يكون هناك تكاتف من قبل كل المعنيين، صحة، قوى سياسية، الناشطين، لأجل ضمان عمل المستشفى بشكل متكامل ويقدم خدماته فعليا للمرضى. نهوض نينوى لابد من عنده. هذه المشاريع التخصصية اللي تمثل حقيقة وضع وإصرار نينوى على النهوض وأن تكون السباقة والمتقدمة على نطاق البلد، يجب أن يكون توفر لها غطاء ودعم كامل من قبلنا. We are working from 2 years by doing a meeting with our colleagues of Mosul, and now we are ready to start the program. كان أكو توافق بين المستشفى هذا وهم بالإيطالي أخصائي للزرع النخاع، وبواسطة منظمة الأفسي وصلوا للإتفاق حتى يتدربون الأطباء المحليين ليسوون عمليات زرع النخاع. فهاي الجاية هاي الأسبوع راح تكون عندهم محاضرات نظرية للأطباء هاي الأسبوع كامل، وبعد إن شاء الله بكم أشهر راح تكون الأطباء العراقيين قادرين على يسوون عمليات زرع النخاع يعني بأنفسهم يعني لوحدهم. شو وقت أول عملية راح تصير في الموصل؟ I hope in the next month. So هي يقول يمكن الشهر الجاي، الشهر القادم. هذا اليوم هذه المؤتمر العلمي المرافق لافتتاح مستشفى الحدباء التخصصي لزراعة نخاع العظم. هذه الإضافة النوعية إلى تقديم الخدمات الطبية في محافظة نينوى، هذه أكيد راح تخفف عن آلام المرضى وتخفيف عن كاهلهم، لما لها مبالغ وكلف عالية في هذه الزراعة التي كانت تجرى في خارج العراق. خلال الأيام القادمة راح يبدأون بأول عملية زراعة نخاع عظم لمريض ثلاسيميا في الموصل. هذا الحلم أصبح حقيقة الحمد لله، لكن هناك رسالة أود أوجهها إلى صحة نينوى. أرجو أن ينتبهون إلى متطلبات عملية الزراعة الدقيقة جدا، واللي تتطلب توفير كافة المتطلبات الطبية والصحية للمريض وهو داخل غرفة العزل التي قد تستغرق شهرين أو ثلاثة. لا يمكن هذه العملية تجرى إلا أن تكون التجهيزات كاملة 100%، ولا يمكن للفريق الإيطالي أن يبدأ بعملية زراعة إذا ما كانت التجهيزات كاملة. سويت العملية؟ شنو المرض اللي كنت تعاني منه؟ ثلاسيميا.
استخدام كل اسبوعين. انت سويتي عمليه زراعه نخاع العظم؟ ايه. وين سويتيها؟ في الهند. زين بعد ما يعني سويتي العمليه شلون وضعك حاليا؟ الحمد لله احسن بكثير. بعد ما تاخذين دم ما تاخذين العلاجات؟ لا. تتمنين انه كل الاطفال المصابين انه يسوون هاي العمليه؟ ان شاء الله.